السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتي ماس سينما. النهاردة هعرض لكم الموقع بتاعي وإيه هي فكرته وإزاي إن أنت تقدر كمدرس تقدم على الموقع ده. ببساطة كده، فكرة الموقع إن أنا جمعت أكبر عدد من المدرسين بحيث إن أنت كولي أمر أو كمدير مدرسة لو بتدور على مدرس ماس فتقدر تدخل على الموقع ده وتلاقي طبعا مئات المدرسين، وتقدر ان انت تتواصل مع اي حد منهم. والفكرة هنا او الميزة هنا في الموقع ده ان كل مدرس هيكون ليه السي في الخاص بيه، لان انت من حقك كطالب قبل ما تسأل المدرس ده او قبل ما تتواصل معاه، سواء اذا كنت هتكمل معاه مثلا طول السنة او هتسأل مثلا في حاجة معينة، فلازم تقرأ السي في الخاص بالمدرس وتعرف المدرس ده خبراته ايه او هو مؤهلاته ايه يعني. فلو احنا جينا هنا نبدأ، ادي كده ده كده الصفحة الرئيسية بتاعتنا اهي، وادي ماس سينما ليتس ليرن توجذر، وهنا ده هنا ميني تيتشرز ار ريدي تو هيلب يو. في عندنا هنا طبعا مدرسين كتير، في برايمري وفي بريب وفي سكندري، وطبعا دي كلها ارقام يعني وهمية كده في الاول، لكن بعد كده تبقى ايه ارقام حقيقية ان شاء الله. طبعا دي هنا لينكات لتقديم المدرسين، وطبعا انا عشان دلوقتي بس الموقع لسه بادئ، فالتقديم للمدرسين اللي هو ساين اب هتلاقي بيطلع رسالة بيقول لك سوري ان دلوقتي مفيش تقديم متاح من على الموقع، لكن تقدر تبعت لنا السي في الخاص بيك على الميل ده. وفي كده شوية شروط هقول لك كده في الاخر للمدرسين اللي هم حابين يقدموا للموقع ده. فهنا طبعا هندوس اوكي وهنقفل الايه الساين اب. فبرضو نفس الكلام لو انت كنت دوست من هنا كان برضو هيطلع لك نفس الرسالة. فحاليا يعني من الاخر التقديم بيكون من خلال السي في للميل ده، وشوية شروط كده تانية هقولها في اخر الفيديو. طيب ادي بالنسبة لايه للساين اب. فالمهم احنا هنكمل اهو، وبعد كده بيقول لك ان احنا اراوند اول ايجيبشن سيتيز. فعندنا طبعا هنا في كل المحافظات هتلاقي طبعا مدرسين ان شاء الله في كل محافظة يعني. فلو انت مثلا في محافظة مثلا البحيرة مثلا، ولو انت نزلت كده هتلاقي فيه فاين تيتشر، لو دوست عليه في اخر مرحلة خالص هتلاقيه بيجيب لك المدرسين اللي هم في الموقع ده اللي هم في محافظة البحيرة زي ما هنشوف يعني قدام كمان شوية. ممكن طبعا في اسكندرية لو انت عاوز، ممكن في دمياط، في الجيزة، في القاهرة، في اي محافظة من محافظات الجمهورية كلها يعني. بعد كده عندنا في بروفيشنال سيرفيسز، في عندنا طبعا مدرسين بيكونوا بيشرحوا اونلاين بس، وفي عندنا مدرسين بيكونوا اوفلاين يعني بيدرسوا على ارض الواقع سواء في سنتر او في اي مكان تاني، وفي مدرسين مش عاوزين ان هم يشرحوا لكن عاوزين يبيعوا مادة علمية سواء كان محتوى مسجل ريكوردد ماتيريالز او كان سامري بوكس ملخصات يعني او ملازم وكده. وطبعا انت كطالب بتدور بقى تحت الايه تحت العناوين دي تشوف انت عاوز انهي خدمة، وهتلاقي المدرسين الخاصين بيها ايه تحت الخدمة اللي انت ايه بتدور عليها. وزي ما قلنا من حقك كطالب ان انت تقرأ السي في الخاص بالمدرس وبعد كده تتواصل معاه. وفي فيتشرز تانية ان شاء الله تكون موجودة قدام، زي ان انت كطالب تقدر تعمل لوجن، وتقدر ان انت تعمل ريتنج للمدرس سواء مثلا 5 نجوم 4 نجوم وهكذا. وفي طبعا فيتشرز تانية كتير ان شاء الله ايه تكون موجودة بعد كده في الموقع. وزي ما قلنا تيتشرز فور اول جريدز، عندنا في برايمري ستيج، عندنا في بريب وفي سكندري، وتقدر ان انت ايه هتدخل من هنا بعد كده ايه هتروح للمدرسين بتوعك. وفي بعد كده لينكات في الاخر خالص خاصة بالموقع نفسه، زي مثلا كونتاكت اس، ازاي ان انت تتواصل معانا لو انت حابب تبعت رسالة كده سريعة علينا. وفي طبعا لينكات تانية وطبعا دي لسه ما اشتغلتش يعني لسه قدام، زي مثلا كورسز، لو في كورسات للمدرسين ممكن يكون هنا متوفر كورسات للمدرسين ان هو يكون ايه مدرس ماث متميز يعني. وفي طبعا ايه حاجات خاصة بقى بالاعلانات والكاريرز والحاجات دي يعني. ولو انت حابب بقى تدخل للبوابة الخاصة بالمدرسين بتدخل من هنا من برايمري ستيج او بريب او سكندري، بتدوس على جيت ستارتد، او ممكن كنت من هنا هتدوس على فايند تيتشر، او من فوق خالص هتختار فايند تيتشر. فلو انت جيت من هنا مثلا فايند تيتشر، ادي البوابة الخاصة بالمدرسين، او ان انت كنت ممكن تيجي من هنا كده
وتختارها من هنا، ادي بريب ستيج، فكانت دي هتبقى بريب ستيج وهتكمل عادي خالص. وطبعا تقدر برضو ان انت تغيرها من هنا تخليها برايمري سكندري زي ما انت عاوز. فهنبدأ بريب ستيج وهنختار مثلا بريب 3 تالتة اعدادي، وهنختار فيرست تيرم. طبعا حاليا الموقع لو انت اخترت اي حاجة تانية غير بريب 3، وليكن مثلا بريب 1، اخترت مثلا برايمري مثلا 6، اي حاجة تانية غير بريب 3 هتلاقيها مقفولة لان لسه ايه ما اشتغلتش يعني. فهتلاقي هنا هو بيقول لك سوري، اللي متاح حاليا هي ايه بريب 3 فيرست تيرم، خلاص كده. فبيقول لك جو تو بريب 3، فده يوديك لبريب 3 على طول، او كنت ممكن من هنا تختار ايه بريب 3. فهي دي الصفحة الوحيدة اللي شغالة حاليا يعني. وهندوس جو تو يور جريد، فادي الصفحة الخاصة ببريب 3، ودول المدرسين اللي هم يبقوا على الموقع. وطبعا في البداية دي كلها ايه بيانات وهمية يعني، لحد ما يكون في مدرسين فعلا في الموقع. فزي ما قلنا في هنا فلاتر كتيرة جدا، فممكن انت مثلا لو انت بتدور على مدرس اوفلاين، او حابب ان انت يعني تشوف مدرس في المحافظة بتاعتك، فتبدأ تختار من هنا المحافظة اللي انت ساكن فيها، سواء مثلا في اسكندرية، سواء في اي مثلا بحيرة، جيزة، اي حاجة. لو اخترنا مثلا هنا الجيزة، فهتلاقيه بيقول لك ان في عندنا في الموقع ده متوفر 11 مدرس في الجيزة، خلاص كده. وهيبدأ يقول لك ايه انت مثلا بتدور على ميل ولا في ميل، في مثلا بعض الطلاب بيكونوا عاوزين مثلا ايه مدرسين فقط، في مثلا طالبة بتبقى عاوزة مدرسة بس، على حسب يعني ايه انت عاوز مدرس ميل او في ميل، او لو مش فارق معاك خالص. فلو اخترت هنا ميل هيقول لك هما في 7 بس في الجيزة، ولو في ميل عندنا في 4 بس متوفرين في الجيزة. ولو قفلت كده فايه رجع لك تاني كل المدرسين في محافظة الجيزة. ولو انت دوست هنا all services، لو اخترت هنا offline فهيقول لك في 5 offline في الجيزة، يعني هما ايه الفلاتر كلها مرتبطة ببعض، ففي في الموقع ده في 5 offline في محافظة الجيزة. ولو انت اخترت اونلاين هيقول لك في 7 اونلاين في محافظة الجيزة. طبعا لو انت مثلا اونلاين وبتدور في الموقع كله فمش فارق معاك المحافظة، فلو اخترت اول سيتيز هيقول لك في 16 مدرس اونلاين تقدر ان انت ايه تتواصل معاهم. وطبعا في بعد كده ممكن تحدد ريكوردد ماتيريال لو انت عاوز تشتري محتوى مسجل، دول المدرسين اللي هم عارضين محتوى مسجل للبيع يعني. ولو انت طبعا عاوز برضو سامري بوكس ملخصات، هتلاقي هنا في 8 مدرسين عارضين يعني ايه كتب للبيع اللي هي الملخصات بتاعتهم او الملازم بتاعتهم. ولو انت مثلا اخترت هنا ادي الجيزة مثلا، فبيقول لك ان عندنا في 5 اهم سامري بوكس في الجيزة، فنختار مثلا اول سيرفيسز. فعندنا في الجيزة زي ما قلنا في عندنا مثلا ايه 11 واحد، طبعا بعد كده ممكن ال11 دول يبقوا مثلا 30، يبقوا 100. فطبعا مع المحافظة بيبقى فيه هنا ايه الاريا بقى اللي انت عاوزها. انت مثلا في الجيزة بتدور على حد في الهرم، بتدور على حد في الدقي، بتدور على حد في العجوزة وهكذا. وطبعا كل ايه كل بقى ايه محافظة وفيها ايه وفيها المدن الخاصة بيها، هنا في ابو قير، وهنا في سموحة مثلا، وفي مثلا في كايرو، في هليوبلس، وفي هنا حدائق القبة وهكذا، خلاص. طيب ادي بالنسبة للفلاتر دي. في بعد كده ان انت ممكن تدخل اسم المدرس، وطبعا هنا دي في اسماء المدرسين كلهم وانت بتكتب يعني. لو انت مثلا وانت بتكتب كتبت مثلا HTF مثلا، مفيش مثلا مدرس اسمه كده، فلو الاسم ده مش ظاهر عندك في القائمة فاصلا المدرس ده مش موجود. فوانت مثلا بتكتب كده هتلاقي ايه وانت بتكتب هتلاقي الاسامي ايه اللي موجودة بتبدأ ايه تظهر. فلو انت اخترت مثلا احمد عمر ودوست انتر، فهيقول لك ايه زيرو، مفيش احمد عمر في القاهرة، فهتخليها مثلا اول سيتيز. فهتلاقي ان في عندنا في الموقع في 4 احمد عمر مثلا يعني، في منهم احمد عمر في القاهرة، وفي واحد تاني في القاهرة بس في العاشر من رمضان، وفي واحد تاني في الجيزة وهكذا. طيب اخر بقى حاجة نيجي بقى ايه للفلتر اللي هو بتاع بوك ماركس. لو انت مثلا في مدرس، نرجعها الاول اول سيتيز كده عشان ايه تعرف تقرأ. لو مسحنا الاسم ده رجعنا تاني ليه ايه للفلاتر يعني كلها ايه مقفولة يعني. طيب لو انت مثلا على الموقع ده ومثلا في مدرس عجبك وحبيت ان انت مثلا ايه تسجله،
بحيث ان انت مثلا بعدين تبقى تقرا السي في بتاعه. ففي عندك هنا بوك مارك، ان انت مثلا المدرس ده ممكن تعمل له هنا بوك مارك، وممكن مثلا المدرس ده تعمل له هنا كمان بوك مارك، وممكن هنا كمان المدرس ده تعمل له هنا مثلا ايه بوك مارك، والمدرسة دي كمان. دول مثلا المدرسين اللي هم عجبك السي في بتاعهم وعاوز بعد كده تبقى ايه تقراه مرة تانية او تتواصل معاهم ايه بعدين. فلو انت جيت هنا بوك ماركس، فده هيجيب لك المدرسين اللي انت كنت حافظهم ان انت تقرأ عنهم يعني ايه بعدين، وطبعا تقدر ان انت ايه تشيلهم بعد كده وايه وهكذا يعني. طيب، وطبعا الفلتر ده او البوك ماركس دي شغال عليها الفلاتر كلها. يعني لو انت مثلا ايه نرجعها كده تاني، لو انت مثلا اخترت هنا ده في القاهرة، واخترت ده مثلا ايه في الجيزة، واخترت مثلا ده هنا مثلا في اسكندرية، وشغلت البوك مارك، فعندك 3 مدرسين. تقدر برضو من البوك ماركس دي ان انت تبدأ ايه تشوف انا كنت مسجل واحد مثلا في القاهرة، هو فين اهو ده اللي انت كنت حافظه من محافظة القاهرة، تقدر ان انت ايه ترجع له تاني. انا كنت مثلا مسجل حد في مثلا الجيزة، تقدر ان انت ايه ترجع له تاني تقرأ عنه ايه بعد كده. نيجي بعد كده لأهم نقطة، وان هي ان انت تقدر تقرأ بقى السي في الخاص بالمدرس. فطبعا هنا لو دوست واتساب هيوصلك على طول بالواتس الخاص بالمدرس، وتبدأ ان انت ايه تتواصل معاه. طبعا ده رقمي انا يعني. بعد كده تقدر ان انت تقرأ بقى السي في الاول، وادي السي في الخاص بالمدرس اهو، ده اول حاجة نبذة كده عنه خلاص. وطبعا الكلام ده انا اللي كاتبه كاديمو بس، لكن كل مدرس هيكتب بقى الكلام الخاص بيه والمعلومات الخاصة عنه يعني. ولكن الفورم دي هتكون ثابتة، يعني كل السي في هيكون بنفس الشكل ده، لكن الكلام بس اللي جوه هو اللي بيختلف من مدرس للتاني. فهنا طبعا ادي نبذة عن المدرس، وبعد كده كونتاكت ازاي ان انت تتواصل معاه. وطبعا لو هنا المدرس عنده مثلا يوتيوب تشانل يقدر ان هو يضيفها بحيث ايه طلاب كتير يعني يشوفوها او كده. وبعد كده هنا الاديوكيشن التعليم، فهنا مثلا بنبدأ بالثانوية العامة، تقول لنا فين المدرسة بتاعتك في الثانوي. بعد كده طبعا كل المدرسين هنا هيكونوا كلهم خريجين كلية التربية، ده المفروض يعني. فدي من ضمن الشروط اللي هقولها في الآخر، إن لازم يكون المدرس خريج كلية التربية، أي جامعة بقى، جامعة مثلا عين شمس، جامعة الأزهر، جامعة حلوان، المهم يكون خريج كلية تربية خلاص. وبعد كده لو هو كمل مثلا دراسات عليا أو حاجة خلاص يقدر إن هو يضيفها في إيه التعليم. وفي هنا بعد كده الاكسبيرينس، وهي دي الاماكن اللي هو اشتغل فيها وخد منها خبرة يعني. وفي بعد كده الكورسز او السيرتيفيكيتس اللي هو اخدها، يعني هنا في الكورسات او اي حاجة تانية هو اخدها كتطور يعني منه خلاص. وفي بعد كده هنا السكيلز المهارات بتاعته خلاص، دي ايه اهم يعني الحاجات الموجودة ايه في السي في. ممكن بعد كده يعني نضيف شوية حاجات قدام على حسب، ولكن هي ايه هتبقى الفورمة دي واحدة لكل المدرسين، وبيختلف بس الايه الكلام اللي هو ايه بيبقى مكتوب جوه هنا. طيب بكده يبقى احنا ايه خلصنا الموقع بتاعنا، اتمنى ان هو يكون عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا منه. وطبعا بالنسبة للتقديم بقى للمدرسين، طبعا هو هنا المفروض بيكون في يوزر نيم لوجن خلاص، ده لو هنا المدرس يعني قدم. طبعا دي برضو لسه مش شغالة حاليا يعني، فحاليا اي مدرس مثلا لو قدم السي في فانا اللي هعمل له بقى السي في، يعني انا السي في ده انا اللي ايه انا بقى اللي هكتبه وانا اللي هعمله. لكن طبعا بعد كده قدام المفروض بقى ان هو مدرس هياخد يوزر نيم وباسورد، يبدأ بقى ان هو ايه يضيف بقى صورته، يكتب هو الكلام اللي هو عاوزه وهكذا يعني. طيب، ففي كده الشروط بقى الخاصة بالمدرسين، زي ما قلنا ان انت ايه زي ما قلنا ان انت تقدر ايه تبعت لنا السي في بتاعك الخاص بيك على سوبر ماجد 93 at hotmail.com، ده الايميل اللي انت تقدر تبعت عليه السي في خلاص. وانا هاخد السي في ده هكتب لك من عليه البيانات زي ما انت شفتها على موقع كده، ايه هيبقى سي في زي اللي كانوا موجودين دول حاليا، لحد ما انت تبقى تعمل لوجن وتبدأ تكتب انت ايه اللي انت عاوزه. طبعا في بقى شوية شروط، أول شرط إن أنت تكون خريج كلية تربية خلاص كده. تاني شرط إن أنت تكون اشتغلت في مدرسة لغات ماشي، سواء اشتغلت أو شغال حاليا يعني، بس لازم يكون اشتغلت على الأقل سنة في مدرسة لغات.
وطبعا تبعت لنا بس صورة من شهادة اللي هي التخرج عشان بس نضمن ان انت ايه معلوماتك دي صحيحة يعني، لحد ما بعد كده بقى في الموقع نفسه هيبقى فيه يعني شوية حاجات بتأكد طبعا صحة البيانات اللي هي ايه موجودة دي. وبكده انا خلصت عرض الموقع، وان شاء الله يعني بعد شهر كده من دلوقتي هيكون الموقع ده شغال بمدرسين حقيقيين، يكون طبعا ايه قدم يعني ناس كتير على الميل ده، وان شاء الله ايه نختار بقى منهم ونتواصل معاهم ان شاء الله. شكرا ليكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.